السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الثالث المتوسط. اليوم هاي المحاضرة الثانية من محاضرات الثالث. طبعا محاضرة اليوم راح نتعلم tell the time، نتعلم نقول الوقت شنو بالانجليزي. فتعالوا نبدأ بالفيديو. اول شيء حفظوا لي من الواحد للعشرة، يعني وقفوا الفيديو طقوا لهم سكرين شوت، وهمين راح انزلهن بقناة التليجرام راح اقراهن هسه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هذان الارقام توقفوهن وتحفظوهن كتابة حتى تحفظون الاملاء مالتن. يعني هسه نجي احنا مو حفظنا من واحد للعشرة، راح يصير كلش سهل يعني من 11 لل 19. ليش؟ لان عندنا بس 11 12 بس زين نحفظهن، بعدين 3 عباك 3 و 10 4 15 16 17 18 19 19 وخلاص هاي لحد هنا على مود نرتبهن. فهسه شفتوا مجرد ضفنا تين، ضفنا سالفة تين بس نحفظ 11 و12 وراها كلها نضيف تين. خلصنا هسه من الحد 19، هسه اريدكم تحفظون ذني 20 30 40 50 60 70 80 90 و الحد هنا، خلي الحد 90 لما نحتاج اكثر. يعني هذني شنو؟ انتم مثلا خلينا نجي على 20، اذا 21 21 22 22 نرجع للعشر ارقام بالبدايه. فشوفوا هسه بس راح اطلع لكم اياها كلها 21 22 23 24 25 26 27 28 29 واخر شيء 30. هاي بعد 30، هاي بعدها مين 31 32. فانتوا بس تحفظون يعني 20 30 40، وراها بس تضيفون 1 2 3 4 5 وهيجي ان شاء الله وضحت الفكره. الأرقام هسه راح ينكتبن كليتهن الحد رقم 50 اللي نحتاجه، يعني من الواحد للخمسين هسه هنا كتبت لكم هذين الأرقام اللي نحتاجهم. وقفوا وصوروا الشاشة، وكذا قلت لكم هم راح ينزلوا قناة تليجرام. تعالوا نبدأ بشرح الصبغة. هسه خطوات الحل، هذين حفظ مثل ما الأرقام قبل شوية حفظ، لازم تحفظون هذين هم حفظ. أول شيء نكتب الساعة إنه بالدقيقة، يعني من أريد أكتب أول شيء أبدي بالساعة بعدين يلا أجي للدقيقة. إذا كانت الساعة أكثر من 12، يعني مثلا منطنيها 13 أحذف منها 12. يعني إذا الساعة أكثر من 12 نطرح من 12، يعني هسه مثلا 13 14 15، ذني كلهن نطرحهن من 12 هيك. يعني نطرح مثلا 13 ناقص 12 1، 14 ناقص 2، 15 هاي 3، يعني الساعة بالوحدة بالثنتين بثلاثة هيك. يعني إذا شايفين نبات يعني هاي نبات يكتبون على الساعة 23 22، ها فهاي إنه كلها نطرحها من 12 حتى يطلع الرقم الحقيقي. أخير شيء إذا كانت الدقائق 00، يعني مثلا خلينا نقول هيك 3 00، هاي 00 مكانها أكتب أكلوك، هاي ثابتة. هسا تعالوا خلينا نحل هذني الأمثلة لهنا، هذني الأمثلة حتى أول شيء رقم 9، مثل ما قرينا الأرقام رقم 9 شنو 9، وقلنا نكتب أول شيء الساعة. العشرة شنو 10 9 10 العشرة 10. 16 قلنا من شقد نحذفها من 12. 6 ننقص من يمها 2 شقد يظل 4، فشقد راح تصير الأربعة يعني 4 والثلاثين 30، هاي الأرقام توني انطيتكم إياها. زين هسه نجي ل 17، همين 17 اطرح من عندها 12. السبعة نطرح قد يبقى 5 وانا صفر، يعني فش قد الخمسة يعني 5 5، وهاي شنو ال 40 40، هاي كلها كتبتكم يا بداية الفيديو. الساعة بثلاثة قبل 3 قلنا من نشوف 00 شنو نكتب o'clock. 15 15، قلنا اي رقم اكثر من 12 نطرحها من ال 12، ف 5 ناقص 2 3، فهاي كانه هم نفسها 3 و 0 0 ايش نكتب مكانه o'clock. 9 و45 ايش راح تصير؟ تصير 9 45، اللي هاي ايش قلنا احنا ال 40 هي 40 ال 5 هي 5، ف 9 45. هاي خلصت محاضرة اليوم كلش بسيطة ان شاء الله بالتليجرام. انتهت محاضرة اليوم، شكرا على المتابعة، لا تنسون لايك والاشتراك بالقناة، واريد منكم تصورون وانتم تدرسون عليه وتسووا لي تاج بالانستغرام حتى اشاركه عندي، لان اريد كلكم اشوفكم شلون تدرسون علي. وحساباتي بالسوشيال ميديا كلها راح تكون تحت قناة التليجرام راح انزل بيها الشرح. شكرا على المتابعة، مع السلامة.